بخصوص السماح بالزواج من الخارج، أنا أقول إن قرار 100% سليم، قرار أتوقع الكثير من الشباب استبشروا به خير، وأتوقع إن الدعوات يوم أمس رفعت وهي ترفع يوميا دعوات الخير للسلطان هيثم الله يحفظه ويطول في عمره، لأن فعلا موضوع الزواج موضوع حساس مهم جدا في أي مجتمع. حصل لك واحد عمره 30 أو 40 ما قادر ما متزوج، يقول لك ليش ما متزوج؟ يقول لك والله أنا ما عندي إمكانية، ما أقدر. 8 و9 و10 بناتنا ما يغلن عليهن لا 10 ولا 20، الله يحفظهن وطول في أعمارهم، من خيرة النساء بنات عمان، لكن إحنا تحكمنا إمكانيات، ما كل الشباب قدروا يدفعوا هذا المبالغ 9 و10 و11، والآن اللي ماشي على 7 وطالع. فاللي يقدر يتزوج من بلاده يتزوج من بلاده أفضل لك، واللي ما يقدر صار الحل موجود، الخيار لك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.